استكمالا لحديثنا عن موضوع الـ Mergers and Acquisitions كجزء من الـ Strategic Management، الـ M&As زي ما حكينا نسبة الفشل فيها عالية لأسباب كتيرة. يعني الرقم اللي بكتير من الدراسات بفوق 80% من حالات الـ M&As اللي تساوت من 2000 وبين 1986 بلشت ببعض فارماسيوتيكال كومبانيز لل 2010 2000، وحتى في دراسات جديده على بعد ال 2010 بتشير انه كثير من حالات الاندماج والاستحواذ فشلت. واسباب الفشل يمكن كثيره او مختلفه، بس نقدر نحطها بكاتيجوريز حتى نقدر نشرح كل واحدة منها عشان نقدر نتجنبها في حال إنه شركتنا خاضت تجربة الاندماج أو الاستحواذ. أول سبب مشهور اللي هو lack of big picture alignment. Big picture alignment اللي تتعلق بإنه كيف الشركة شايفة مش بس الشورت تيرمز تبعت الشورت تيرم benefits اللي بتاخدها من الانتجريشن او من الميرج او الاكوزيشن، لا اللونج تيرم، يعني شوف اللونج تيرم استراتيجيز اللي الاورجنايزيشن بدها تو بيرسو حتى تصل لاهدافها بعدها. فالكوهيرنت ام اند اي استراتيجي نيدز تو بي استابليشد فور ذا اورجنايزيشن حتى تو انشور انه اول بارتس من الاكواير كومبانيز في الاينمنت. والسبب الثاني اللي هو poor planning. زي ما بيحكوا we don't plan to fail but we fail to plan. فعشان هيك prepare للintegration. يعني the good preparation للintegration بيساعد إنه يقلل عفواً من احتمال الفيلير. planning بيشمل على أشياء كتيرة. البلانينج بيشمل على تخطيط كل ما يتعلق بالريفينيو بروجكشنز، ايش بدنا نبيع بالشركتين، كيف راح تكون مبيعاتنا، ايش الماركت فاكتورز اللي ويل افكت اس يعني توجذر، ايش الكالتشرال فاكتورز اللي ممكن تعترضنا، حتى في اشياء من اللي بتتعلق بالديلي اوبريشنز اللي بتتم بالشركتين او الشركات اللي اندمجت لازم نخطط لها حتى ما يصير اي سيربرايز. يعني زي ما بيحكوا نو سيربرايزز بالمجال هذا، لانه عاده هاي السيربرايزز بتكون باد بلانينج وبتؤدي للفيلير للانتجريشن. النقطه الثالثه او السبب الثالث اللي ممكن يؤدي للفيلير اللي هو الـ poor execution of the integration. يعني احنا بنحط بلان بس ما بنمشي على البلان هذا بالإكسكيوشن. الإكسكيوشن بلزم انه يكون في different terms لكل فريق او system موجود بالشركات، ونحط خطة لانه how we are going to يعني do things around here. لانه الا ما يكون في إشي سابق للإنتجريشن، كان في نظام معين كان ماشيين عليه الشركات، قد يكون مختلف. فحتى البلانينج هذا ينجح لازم يكون الإكسيكيوشن للسيستم اللي إحنا البروبوز سيستم اللي أقرناه بعد الاندماج لازم يكون تطبيقه بناء على رود ماب created carefully crafted carefully حتى نكون احنا ماشيين على هاي الرود ماب ستيب باي ستيب. النقطة الثالثة او الرابعة عفوا اللي هي الـ poor execution of due diligence. الـ due diligence اللي هو يعني هو مصطلح بالانجليزي بيعني التحضير بعناية لأي اشي بدنا نعمله، اي خطوة التحضير المسبق. يعني هذا اللي بيشير لانه كثير من الاندماجات فشلت نتيجة إنه ما كان في تخطيط مسبق، أبحاث مسبقة للاندماج بيشمل مثلاً هل إحنا بالأساس الشركتين مناسبات لبعض، هل الشركات هذول اللي راح يندمجوا راح يكون في نوع من السينرجي بين ذم ولا راح يكون في أنتاغونيزم،
هل في بنفت من الاندماج، او هل مثلا راح يكون في نوع من الكانبلايزيشن، يعني الشركة تتغذى على شركة؟ في بروبلمز ممكن تو انتسيبيت، البروبلمز هاي راح تطلع، كل هاي تتعلق بالديو ديليجنس. الديو ديليجنس في تشيك ليست هلا موجود، كثير من المواقع اللي بتتعلق بالام اند ايز في تشيك ليست بتفرجيك ايش الخطوات اللي لازم تمشي فيها، وايش الاشياء اللي لازم تحللها حتى تو ايفالويت كل الريسكس هذول الممكن تعترضنا، وهاو تو مينيمايز الانورمس الريسك اللي ممكن يطلع معانا بعد تنفيذ الاندماج. فالديو ديليجنس اللي هو دو يور هوم ورك قبل الاندماج حتى نكون عارفين نعمل انتسيبيشن لكل الاشياء اللي ممكن بالمستقبل تعترضنا. طبعا اهمها بالديو ديليجنس اللي هو ريسيرش كوانتيتيف كواليتيف برايمري سكندري. انا ان شاء الله راح اسجل حلقه عن الماركت والماركتنج ريسيرش حتى نعرف كيف ممكن نعمل ريسيرش كوهيرنت يطلع ب توصيات صحيحه وبيطلع في اكسبكتيشن صحيحه اقرب الى الصحه، او خلينا نقول بتقلل انسرتينتي للمستقبل. واخر نقطه اللي هي الكالتشرال ايشوز. انا في عندي بحث على موضوع الكالتشر بحكي فيه انه في كثير من الاندماجات والاستحواذات فشلت عن طريق عن سبب اللي هو ثقافي. الثقافه موضوع كبير، مش بس يعني الناس بحده، بس موضوع الثقافه المؤسسيه، موضوع مثلا الجنسيه تبعت الشركه او ثقافه البلد اللي هي فيها او حتى المعتقدات. لا هي اشمل بكثير، يعني بتشمل على خلينا نسميهم كاتيجوريز كبيره، واحده منها التراديشنز اللي هي الطقوس، النورمز العادات اللي بتمارسها كل شركه داخل المؤسسه، الستوريز اللي بتناقلوها، الستوريز يعني اللي بيحكوا كيف قصص النجاح تبعتهم وكيف طبيعه العمل والهيستوري تبعهم. هاي كلها الستوريز بتنم على الكلتشر. حتى الهيروز اللي بالمؤسسه، يعني في مؤسسات الهيرو ممكن يكون هو المؤسس تبع الشركه، او ممكن يكون يعني الاونر تبع الشركه. الهيروز بيعكسوا ثقافه المؤسسه. فكر الهيرو، وانا حاكي بحلقه سابقه على موضوع يعني كوربريت جوفرنانس اللي هم المالكين، او بلاش نحكي المالكين، يعني المسيطرين على الشركه كيف بيفكروا. ممكن يكون مجلس اداره من النوع البارنتال ديفلوبر المطور الابوي، او ممكن يكون بورتفوليو مانجمنت يعني بس مجرد بده يرفع سعر السهم بالسوق، او ممكن يكونوا من النوع اللي بيفكروا سينرجي، ممكن يكونوا بيفكروا ريليتد ان ريليتد diversification، ممكن يفكروا اللي حكيناه بالحلقه الاولى من المرجرز اند اكوزيشن. فاذا اختلف الكالتشرز بين الشركتين الهاي بكون اندماج صعب. انا اي سرفايف ماني انتجريشنز بين ماني كومبانيز، بس واحده منهم كان في تشالنج كبير بالكالتشر، كان ثقافه مختلفه من شركتين اللي اندمجوا، اضطر بالنهايه انه يعملوا نوع من زي ما بيحكوا بالجراحة amputation يعني للطرف الثاني، لأنه ثقافته مختلفة كليا، فصار في termination للفريق اللي بيعمل بنفس المؤسسة أو حتى بالديبارتمنت اللي بحكي عنه، حتى ضل في ثقافة واحدة. يعني هي ما بتقدر ثقافتين يكونوا بنفس الديبارتمنت، صعب، بصير في نوع من الكونفليكت، نوع من الناس بصير عندهم نوع سكيزوفرينيا، يعني انه مش عارفين، بما حتى بيوصف امراض المدراء هذول انه يعني
بتناقض وبيحكوا إشي والثقافة إشي تاني، أو ممكن يكون في أكثر من ثقافة. يعني مثال واضح عليها ثقافة المؤسسة اللي بتتعلق بالطقوس واللي بسموها الريتشوالز. الريتشوالز it's the way we do things around here. يعني كيف بيجي الصبح، كيف الدوام، كيف بيعاملوا الشخص اللي بتأخر على الدوام، كيف بيكافئوا اللي بينجز، كيف الإجازات، كيف التفاصيل هاي كلها، كيف بيحتفلوا بالشخص الـ best achiever. إذا اختلفت بين الشركات اللي تندمج، طبعا أكيد راح يكون في كونفليكت كبير يؤدي إلى الفيلير. حاب أحكي موضوع اللي هو البوست انتجريشن. البوست ميرج انتجريشن بصير في إيشوز كتيرة، يعني مراحل مختلفة بمر فيها الميرج. بس بعد ما تعدى موضوع الليجل إيشوز، إنه والله سجلنا وخلص وطلعت شركة جديدة، ممكن يظهر عندنا مشاكل تتعلق بإنه أنتم منتينج المومنتم إنه ضل في زخم بنفس الزخم اللي كنا فيه قبل الميرج. لأنه في ناس بفقد الزخم هذا، يعني المقصود يكون في KPIs محطوطة قبل الاندماج نمشي عليها، بحيث إنه ضلنا نستعملها للقياس لأدائنا باستمرار، ما نتخلى عنها بس إنه حطيناها قبل الميرج وبعد الميرج we lost the momentum. الـ employee engagement والـ customer حتى engagement آخر أو قبل النقطة قبل الأخيرة بيشبهوا بعض، إنه stakeholder engagement لازم نشارك الموظفين حتى من قبل ما يصير في اندماج، حتى لما يصير في تطبيق للاندماج ما يكون في تفاجأة مفاجأة للموظفين. تحضير للكاستمرز، تحضير للامبلويز، ده كل ستيك هولدرز اللي هم بيشملوا الستوك هولدرز، بيشملوا الجوفرمنت، الامبلويز، الكاستمرز، السوسايتي ات لارج. السينيور مانجمنت ايشوز اللي هي بتتعلق بانه في بيصير في كونفليكت بين المانجرز، وخاصة الناس اللي بيصير في 1 plus 1 equals 1.5، يعني في ناس راح يروح منهم أو بده يروح بعد الميرج، يعني المقصود إنه يلهو أو وظيفته راح تلتغي، فبصير في نوع من التحفظ عن بعض مدراء إنه يعطي معلومات، إنه يعمل ديستورشن للمعلومات حتى يحافظ على منصبه. فهذا الإيشوز بتكون واضح بالبوست ميرج ايشوز. الكلتشر شيفت حكينا ببداية الفيديو هذا على انه الكلتشر اشي مهم، فلازم يكون في شيفت واضح للكل، تحدد فيه نورمز، ريتشوالز، الهيروز، الستوريز، يعني بالعربي العادات، التقاليد، الطقوس، بكل الاجراءات. طبعا هذا واجب الاتش ار كمان يكون واضح فيه، حتى يكون في انتجريشن بالكلتشر ما يصير في كونفليكت. اذا كان في تكنولوجي مختلفه بين الشركتين لازم يصير في توعيد لها، زي مثلا سي ار ام سيستم. احيانا تكون شركتين عندهم سي ار ام سيستم مختلف، لازم يكون طبعا بعد الميرج سي ار سيستم واحد موحد. السينرجي امبلمنتيشن زي ما قلنا، شو هدف اصلا الميرج بالاساس؟ 1 بلس 1 يصير فيه سينرجي، سواء بتقليل المصاريف او زياده المبيعات او الحصه السوقيه او تبي بيجر او كذا. فالسينرجي المفروض 1 زائد 1 يساوي 4 او 5 او 10، اما لما يكون 1 زائد 1 يساوي 1 مثلا، او انا بحكي بالاداء بالنتائج، هذا بكون فيه انت انتاغونيزم. حتى 1 زائد 1 يساوي 2 هذا اديشن، ما استفدنا كثير. 1 plus 1 يساوي 10، هذا هو السينرجي. ما نخلط الموضوع هذا بالكاتينج كوست انا بحكي، او بالبوزيشنز، انه 1 plus 1 equal 1.5 لما بصير في elimination لبوست معين عشان to decrease the cost. اخر شيء حاب اركز عليه اللي هو الكوميونيكيشن تشالنج. التشالنجز اللي بالكوميونيكيشن اللي هو اب داون، داون اب، هوريزونتال بين الموظفين، حتى يكون في خطوط تواصل واضحة بين الكل، لأنه الميسكوميونيكيشن بيؤدي للفيلير بتوين الكومبانيز اللي بصير فيها انتجريشن.
إن شاء الله أكون وضحت النقطة هاي والنقاط الثانية. شكرا لك.